ردود أفعال متباينة في سوق المواد الغذائية بنواكشوط على إعلان الحكومة الموريتانية عن تخفيض بعض أسعار المواد الأساسية التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا يوصف بالكبير. ويشكو بعض مرتدي السوق من الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية والذي يفوق قدرتهم الشرائية، ويطالبون بتدخل حكومي للتخفيف من وضعته. الأسعار اليوم ما تحد عنده هذا الشيء، خصوصا الدلويب لاحق 16 بوش كنا نشوف 1750 واليوم نشوف 4000، ليتا كنا نشوف 450 اليوم نشوف 900. مارو كيف تلك ودلويل الدنيا كاملة طالعة، سمعت نضعوا حد يشوفهم على الشعب، على الشعب أواكم أنا. واعتبر بعض المتسوقين أن التخفيضات التي أعلنت عنها الحكومة لما تنعكس بعد على أسعار السلع الاستهلاكية بسوق العاصمة، حيث تواصل المواد الاستهلاكية ارتفاعها مدرجين السبب إلى المضاربات من جهة وغياب الرقابة على الأسواق المحلية من جهة ثانية. الناس عانات الأمرين، ما تقدر تعيش، دلوير واعر ومار واعر والسكر وعر من ذاك، والتجار ما في محل مثلا عندهم، ما أعلنهم هذه مثلا على كل حال مادة متمادين عليها ومثلا ومعدلينها مثلا على كل حال، ما 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 عندهم مثلا حد، ما عندهم ردع ولا عندهم شيء يسوي شنو. تو يلا مثلا القضيه تنقبض بعين الاعتبار، يلا مثلا هاي الناس يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير التجاره والصناعه وكاله اعلن على هامش المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني عن تخفيضات وصفها بالمهمه في اسعار سلع استهلاكيه اساسيه، مستعرضا بعضا من المواد التي تم تخفيض اسعارها. لاهين نعلنكم الاجراءات اللي انقبضوا لها والمواد الاساسيه. تم انخفاض مهم بالنسبة المئوية للمواد كاملة تعقب تفاصله يفوق 10% فوق التضخم اللي مذكور انه خالق. تفاصيله لهي لمستوى السكر انتقصت 2000 وقية للزقيب. المواطن كان يشري ب 300 لا يصبح يشريه 260 وقية الكي. لمستوى القمح كان انتقص ب 500 وقية للزقيبة، كان المواطن يشريه 155 عاد يشريه 145 وقية. بالنسبة للمارو الأجنبي الدرجة الأولى تقصد هي 2000، كان المواطن يشريه ب 400 لا يعد يشريه ب 360. بالنسبة للمارو جودة ثانية أجنبي توجور كان تقصد 1500، كان المواطن يشريه ب 350 لا يعد يشريه ب 320. وبين حديث الحكومة الموريتانية عن إجراءات جديدة لتخفيض أسعار المواد الغذائية، يؤكد عدد من التقيناهم أن التخفيضات الجديدة المعلنة من طرف الحكومة والتي شملت سلعا غذائية ضرورية لما تعرف بعد طريقها نحو التنفيذ، حيث ما تزال أسعار السلع الاستهلاكية على حالها بحسبهم، كما ينتقدون حجم التخفيضات ويصفونها بالطفيفة مقارنة مع حجم الارتفاع المذهل للأسعار خلال الفترة الأخيرة، فيما يشيد آخرون بالخطوة معتبرين إياها ضرورة لوقف تصاعد الأسعار وتأثيرها المباشر على الحياة المعيشية لمحدود الدخل.